شدد هشام عرفات وزير النقل على عدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد استيفائه كافة شروط الأمن والسلامة وزيادة الورش الخاصة بالجرارات. يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه السكة الحديد حالة من الارتباك في عمليات التشغيل وتأخير نحو 30% من الرحلات نتيجة إجراءات الأمن والسلامة، فيما نفت رابطة سائقي قطارات هيئة السكك الحديد إضرابهم عن العمل، مشيرين إلى أن تأخير القطارات ناتج عن تأكيد ورش الصيانة على عدم خروج أي جرار دون إجراء فحص شامل لكل أجهزته.